أكدت الخارجية الأمريكية اليوم إغلاق مكتب البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن بدعوى عدم اتخاذ منظمة التحرير الفلسطينية أي خطوات للسماح ببدء مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل. في المقابل وصف أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القرار الأمريكي بأنه عقاب على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، معتبرا أنها صفعة جديدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد السلام والعدالة. تعليقا على هذا الموضوع نتابع توضيحات إياد برغوتي المحلل السياسي من الناصرة، اتصل به الزملاء في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا. هذا استمرار لسياسة ترامب التي انتهجها منذ نقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس، ومن ثم قطع المساعدة والأموال للأونروا منظمة تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. منذ فترة هو أغلق مكتب المنظمة في واشنطن عمليا، وبالتالي سياسة إدارة ترامب هي حتى على يمين سياسة حكومة نتنياهو، هو بالضبط يعمل ما يقول به الحكومة الإسرائيلية، وهذه سياسة صحيح يبدو أنها ضمن ما يسمى صفقة القرن لإنهاء القضية الفلسطينية، ولكن يعني رب ضارة نافعة، قطع الأموال و هذا الموقف الواضح العدائي من الإدارة الأمريكية ربما يعود بالفلسطينيين إلى الاعتماد على أنفسهم أكثر وإلى الاعتماد على محيطهم أكثر. الشارع الفلسطيني صحيح فقد ثقته تماما بالسياسة الأمريكية، ومنذ فترة حتى يلوم على السلطة الفلسطينية اتخاذ أمريكا وسيطا، إنما الجديد هو الموقف العدائي الأمريكي الواضح تجاه حتى المنظمات الدولية كما قلنا الأونروا والآن محكمة الجنايات الدولية.